منتخب النجمة يخوض مباراة حاسمة مع الأوروغواي في ذهاب الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم في البرازيل. رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نصوري يعرب عن أمله في أن تقدم دولة قطر مساهمتها في المنحة الخليجية للمملكة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل والد وشقيق منفذ عملية العفولة بعد مقتل جندي إسرائيلي. نشرة الأخبار من رؤيا، أهلا بكم. أهلا بكم. يخوض في هذه الأثناء منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراة حاسمة مع نظيره المنتخب الأوروغواي ضمن الملحق العالمي المؤهل لمونديال البرازيل على استاد عمان الدولي. ولمتابعة أجواء المباراة وطبعا بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وبحضور جلالة الملكة رانيا العبد الله، ولمتابعة آخر التطورات معنا عبر الهواء مباشرة مراسلنا عبد الله كفاوين بالقرب من استاد عمان الدولي. عبد الله مساء الخير. نعم مساء النور، اهلا بك. يعني ضعنا في صوره الاوضاع لديك. صعبه على منتخبنا الوطني على ما يبدو الى هذه الاثناء. نعم، نحن الآن وصلنا إلى دقيقة 73 من عمر المباراة. إلى الآن النتيجة وصلت إلى 3-0 لصالح منتخب الأوروغواي. المباراة من البداية لم تكن سهلة. في بداية المباراة كان منتخبنا الوطني يضغط بقوة، ولكن يبدو بأن الواقع فرض نفسه على منتخبنا الذي يحل ترتيبه وتصنيفه عالميا حسب الفيفا في الدرجة 70، علما بأن منتخب الأوروغواي يحل الخامس على مستوى العالم. الترتيبات الأمنية في الاستاد والمناطق المحيطة به كانت جيدة، وعلى ما يبدو بأنها تسير حسب ما هو مخطط من دخول وخروج الجمهور أيضا، وحماية منطقة الملعب واصطفاف السيارات وحتى الازدحامات المرورية. نعم، إذن هذه هي الأجواء من حولك. يعني كما نشاهد حولك الجماهير تبدو وكأنها متشائمة نوعا ما بالنتيجة. يعني حدثنا أكثر عبد الله عن معنويات الجمهور من حولك. نعم، في البداية حقيقة كانت معنويات الجمهور عالية جدا، وكان هناك أمل على الأقل معادلة نتيجة المباراة، ولكن على ما يبدو بأن الأمل يتناقص نظرا لنتيجة المباراة 3-0، مما يعني بأننا بحاجة إلى رصيد كبير عندما نذهب إلى الأوروغواي. النشامى لم يفقدوا المهمة ولم يفقدوا الأمل، ولكن مما يبدو بأن مجريات المباراة ستصعب عليهم النتيجة المطلوبة هناك في الأوروغواي الأسبوع القادم. نعم، مراسلنا عبد الله الكفاوين شكرا لك. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تتابعونها خلال نشرتنا في الأخبار الرياضية، وتتابعون بعد نشرة الأخبار حلقة جديدة من برنامج نبض البلد بعنوان ما بعد لقاء النشامى بالأوروغواي، وضيفا الحلقة اللاعبان والمدربان الوطنيان الكابتن جهاد عبد المنعم والكابتن عيسى الترك. أعرب رئيس الوزراء دكتور عبد الله نصور عن أمله في أن تحول دولة قطر حصتها من المنحة الخليجية إلى المملكة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن قطر هي صاحبة الفضل بهذه المبادرة. وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم وزير التخطيط التموي والإحصاء القطري صالح محمد النابت حرص المملكة على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. واستعرض النصور التحديات التي تواجه الأردن نتيجة استقباله لعدة موجات من اللجوء القصري، ما حمله تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية، مما يتطلب دعمه وإسناده لمواصلة هذا الدور الذي يقوم به بالنيابة عن الإنسانية جمعاء.
موضحا أن موجات اللجوء تحتم على المجتمع الدولي ضرورة مواصلة تقديم الدعم الكامل للأردن. بدوره أكد وزير التخطيط القطري حرص بلاده على المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن قطر تكن للأردن كل محبة وتقدير، حيث نقل الوزير القطري تحيات رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نصور. انتخب مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم أعضاء لجان المجلس الدائمة والبالغ عددها 20 لجنة، حيث تم انتخاب أعضاء 10 لجان، وهي اللجان المالية والاقتصادية والشباب والرياضة والتوجيه الوطني، العمل والتنمية الاجتماعية، لجنة فلسطين، الريف والبادية، النظام والسلوك، المرأة وشؤون الأسرة، الصحة والبيئة. وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن الطعن المقدمة من النائب طارق خوري في انتخابات النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والطعن المقدمة من النائب سليمان الزبن في انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس سيتم عرضها على المكتب الدائم للمجلس في الاجتماع الذي سيعقده يوم الاثنين المقبل للنظر فيهما. السيد محمد الردايدي 67 صوت، ومن ثم السيد أمجد الخطاب 64 صوت، والسيد كمال الزغول 63 صوت، والسيد نضال حياري 60 صوت، والسيد إبراهيم الشحاحدة 59 صوت. أولا ببارك لزملائي الذين فازوا بثقة زملائهم لأعضاء هذه اللجنة، متمنيا على زملائي بأننا أمضينا ساعتين ونصف لفقط إنجاز لجنة واحدة، على الزملاء الذي وردت أسماء باللجنة القانونية واللجنة المالية أن يفسحوا المجال، لأن هنالك عدد كبير جدا من القوانين التي ستحول إلى اللجنة القانونية واللجنة المالية. دعت نحو 150 شخصية تمثل 60 دولة عربية وغربية إلى إطلاق حوار مشترك وإجراءات موحدة لحظر أسلحة الدمار الشامل في ظل الاستخدام المتنامي للطاقة النووية بمنطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى عمان الأمني الذي عقد اليوم تحت رعاية سمو الأميرة عائشة بنت الحسين الرئيس الفخري للمعهد العربي لدراسات الأمن. وسلط المشاركون في المنتدى الضوء على الفرص والتحديات للوصول إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية والديناميكية الجديدة التي يشهدها الملف النووي الإيراني. وقال محافظ العاصمة سمير بيضين خلال افتتاحه أعمال المنتدى مندوبا عن الأميرة عائشة بنت الحسين إن الأردن يدعم كل الجهود التي تهدف إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، مضيفا أن موضوع الأمن والانتشار النووي هو من المواضيع الهامة التي تشهد اهتماما على مستوى العالم ككل. ومن جهته قال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط السفير أندرياس رينيكي إن الهدف الأسمى من عقد هذا المنتدى هو الوصول إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. المؤتمر يعقد في مرحلة هامة، كما تعلمون هناك الآن محادثات دولية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، في هناك تعطيل لما يسمى بعملية هلسنكي أو مؤتمر هلسنكي، المؤتمر الذي كان مفترض أن يجمع الدول العربية بالإضافة لإيران وإسرائيل لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، هذا لم يحصل حتى الآن، وبالتالي مؤتمرنا يناقش هذه القضايا والتطورات. لدينا ورشة عمل متخصصة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة نووية، ومنتدى عمان الأمني الذي كان افتتاحه من حوالي دقائق أيضا كان هدفه دراسة التطورات الأمنية في المنطقة. المشاركين أكثر من 140 مشارك يمثلون 60 جنسية. عقد مركز الرأي للدراسات والمعهد الفرنسي ورشة عمل حول تعزيز التشاركية الديمقراطية وتبادل الخبرات بين رؤساء البلديات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وخبراء فرنسيين، وذلك للخروج بمقترحات لإزالة العقبات التي تواجه رؤساء البلديات في خدمة المصلحة العامة ودفع المواطنين للمشاركة السياسية من خلال طرح مشاكلهم وتشكيل لجان للتواصل مع بلديات.
بلدياتهم. وعرض الخبراء الفرنسيون تجربتهم في هذا الإطار من حيث تطوير العمل الديمقراطي وتجديد المعوقات التي قد تواجه ذلك وطرحها بطريقة ممنهجة للوصول إلى حلول ودفع المواطن للمشاركة السياسية. وانتقد رئيس بلدية المفرق أحمد الحوامدي عدم منح رؤساء البلديات وقتا أكثر للمشاركة في الورشة لعرض خبراتهم في هذا المجال، داعيا إلى تطبيق اللامركزية في اتخاذ القرار فيما يخص البلديات. من يفيد من الإعلام؟ أقام المركز الرأي للدراسات والمعهد الفرنسي في عمان ندوة تشاركية ديمقراطية، والهدف منها تبادل الخبرات بين رؤساء البلديات والحكم المحلي في محافظات المملكة الأردنية الهاشمية مع الخبراء الفرنسيين. ونهدف من هاي ننتظر مخرجات هذه الندوة لندعم تعزيز الديمقراطية والتشاركية. أحضرنا اليوم الورشة اللي أقامتها السفارة الفرنسية بالتعاون مع مركز الرأي للدراسات. هذه الورشة هي بعنوان التشاركية في اتخاذ القرار. بالنسبة لرؤساء البلديات، هذه الورشة بحاجة إلى تحسين أكثر مما هي موجودة عليه، أنه يكون هناك تجربة لرؤساء البلديات الأردنيين. واحد يتحدث برؤساء البلديات عن المعاناة اللي يعانيها رئيس البلدية. احنا مشكلتنا مش مع المجتمع المحلي، احنا مشكلتنا مع الحكومة، مشكلتنا مع وزارة البلديات. وزارة البلديات أي قرار يتخذه رئيس البلدية أو المجلس البلدي يجب أن يتخذ موافقة الوزير عليه. طبعا كرئيس بلدية منتخب، كرئيس بلدية منتخب ومجلس بلدي، يجب أن يكون القرار أقوى من قرار الوزير المعين. أوصى قادة ونشطاء نقابيون وخبراء دوليون اليوم بضرورة إصدار قانون لتنظيم العمل النقابي في الأردن يستند إلى مبادئ حرية التنظيم النقابي الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية. جاء ذلك خلال الملتقى الأول لحرية التنظيم النقابي في الأردن الذي نظمه مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إبرت الألمانية، والذي عقد اليوم في فندق الانتركونتيننتال حضره ما يزيد عن 120 مشاركا من القادة والنشطاء النقابيين والسياسيين والخبراء الأردنيين والدوليين. وأجمع المشاركون على أن الحق في التنظيم النقابي للعاملين في القطاعين العام والخاص هو حق إنساني لعمال الأردن وضرورة للخروج من الأزمة التي تعيشها الحركة النقابية والعمالية الأردنية. وطالبوا كذلك بضرورة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بحرية التنظيم النقابي. في أدلة واضحة عليه من خلال كان الاختيار حرية التنظيم النقابي باعتباره المفصل محور النقاشات بين أوساط الفاعلين في قضايا سوق العمل الأردني، وبسبب الاختناق التي والإشكالية التي يعاني منها سوق العمل الأردني حاليا والحركة النقابية، حيث تعاني من أزمة خانقة، حيث أن قانون العمل الأردني يضع قيودا كبيرة على حق العاملين بأجر في الأردن سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص من تنظيم أنفسهم بكامل حرية، وهذا مخالف للنص الدستوري لنص مادة 116 في الدستور الأردني. قال نائب نقيب المحامين المحامي عادل الطراونة إن وتيرة التحرك نحو الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في المملكة تسير بشكل متسارع ومتقدم، الأمر الذي يبشر بمستقبل أفضل، مؤكدا أن هذا التحرك يعكس مدى مراعاة الدولة للحريات وحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال مناقشة عدد من المختصين في ندوة نظمتها لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين تقرير الأردن الوطني الثاني الشامل لحقوق الإنسان، والذي تمت مناقشته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف. من جانبها أشارت رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان نور الإمام إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة في الدفاع عن معتقلي الحراك الذين تم تكفيلهم من خلال لجنة الدفاع التي شكلتها النقابة. وتحدث في الندوة عدد من ممثلي المؤسسات الأهلية وتحالف إنسان الذين شاركا في مناقشة التقرير، مؤكدين أن مناقشة التقرير تعد آلية متقدمة على صعيد مراجعة حقوق الإنسان خاصة، وأن مجلس حقوق الإنسان يضم 47 دولة حول العالم.
يأتي هذا النشاط ضمن فعاليات لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين وضمن البرنامج المخصص لها بتوعية المجتمع الأردني وبتمكين المحامين الأردنيين بمعرفة الآليات الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان، ومن ضمنها العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي لحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأيضا من الأمور المهمة جدا هو تقديم الأردن لتقريره الدوري الشامل الخاص بحقوق الإنسان الثاني. استعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان هو آلية دولية يتم مراجعة وضع حقوق الإنسان في بلد ما من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف. هاي الآلية تشكل فرصة للدولة وللنشطاء ولمؤسسات المجتمع المدني حتى تعمل للنهوض بوضع حقوق الإنسان في البلد. أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة أنه يتم حاليا بدء العمل على إعادة تأهيل وتحسين لطريق الحزام الدائري بالتنسيق مع الجهات المعنية. ورافقت كاميرا رؤية الوزير خلال تفقده مساء أمس أعمال التنفيذ ومتابعتها والإشراف المباشر عليها. وبيّن هلسة بأن هذه الأعمال تأتي نتيجة زيادة الحمولات المحورية العالية والإعداد الكبيرة أو الأعداد الكبيرة للمركبات، وجاء العمل بناء على طلبات أهالي المنطقة ومستخدمي الطريق. وبيّن الوزير هلسة بأنه تم طرح عطاءين لهذا الطريق لإعادة تأهيله ورفع مستواها، حيث يشمل الجزء الأول تنفيذ خلطات إسفلتية للمنطقة الممتدة من دوار الجمرك باتجاه تقاطع أبو علندا، والجزء الثاني من تقاطع أبو علندا باتجاه دوار الجمرك. احنا بموقع طريق الحزام الدائري بتم بدء أعمال خلطة سيتية للطريق. طريق الحزام الدائري كان بحاجة لصيانة منذ فترة، ولم تتمكن الوزارة من عمل الصيانة اللازمة لموضوع المخصصات المالية. من خلال المنح الخليجية الوزارة قدرت تباشر بأعمال الصيانة اليوم. الطريق كان مطلب الجماهير لأهل المنطقة، لنواب المنطقة، لكافة الناس يطالبوا أعمال الصيانة. إن شاء الله عمل الصيانة راح يتم خلال الأسبوع الحالي. العمل بيتم ليلا بالتنسيق مع السير لكثافة حجم المرور على الطريق. يصل حجم المرور اليومي لحوالي 70,000 مركبة باليوم على هذا الطريق. فيتم العمل من الساعة 12 مساء لغاية الساعة 6 صباحا. فإن شاء الله من بعد انتقال هذا الطريق العام القادم له استكمال أعمال الصيانة المطلوبة وخلطات السلتية، ويتم العمل الأسبوع المقبل على طريق الجويد الموقر في المناطق المضرة من هذا الطريق أيضا. نظم طلاب كلية الآثار في جامعة اليرموك ندوة بعنوان تخصص صيانة مصادر التراث إلى أين، بمشاركة ديوان الخدمة المدنية وعدد من الأكاديميين في الجامعة. وركز المشاركون في الندوة على المشكلة التي يعاني منها طلبة مصادر التراث وشهادتهم غير المدرجة على قوائم التعيين، وآليات الدعم التي يمكن أن يقدمها ديوان الخدمة المدنية كدعمه لمثل هذه الندوات والمؤتمرات، إضافة إلى إدراج تخصص مصادر التراث ضمن مناهج وزارة التربية وطرحها كمساق يدرس في المدارس، وبالتالي يتيح لخريجي هذا التخصص بتعيينهم في وزارة التربية والتعليم لتدريسه. الشكر لهذه المبادرة الرائعة من طلابنا. أنا كثير مبسوط أنه كل هذا التنظيم وكل هذه المبادرة إجت من الطلاب لإحساسهم بمشكلة، وأنا كذلك يعني سعادتي بتنبع أنه الطلاب أصبحوا يتحسسوا مشاكلهم ولاقوا الوسائل لحل هذه المشاكل، فهذا أيضا جزء من التعليم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بئر الباشا جنوب جنين اليوم فور التعرف على هوية منفذ عملية العفولة الذي قتل جنديا إسرائيليا صباح اليوم، حيث داهمت قوات الاحتلال منزل شقيق الفتى حسين شريف غوادري البالغ من العمر 16 عاما وقامت باعتقاله واعتقال والده، كما وداهمت منزل صديقه واحتجزته هو وأخاه المعاق عقليا وشقيقته الصغيرة، وتم العبث بمحتويات منزلهم وتدميرها.
وكان جندي إسرائيلي قتل صباح اليوم إثر تعرضه للطعن على يد فتى فلسطيني من منطقة جنين في المحطة المركزية بالعفولة شمال جنين. وأعلنت مصادر طبية في مستشفى هعيمك الإسرائيلي وفاة الجندي البالغ من العمر 19 عاما متأثرا بجروحه إثر تعرضه للطعن في أنحاء مختلفة من جسده. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ العملية فتى يبلغ من العمر 16 عاما من إحدى القرى في جنين، وقد دخل إلى إسرائيل بدون تصريح، مضيفة أن الفتى الفلسطيني اعترف بأنه قام بعملية الطعن انتقاما للاعتقال أو لاعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من أفراد عائلته، حيث انقض على جندي داخل الحافلة التي كانت قادمة من الناصرة إلى العفولة وطعنه. طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الرباعية الدولية والولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤوليتها وفقا للقانون الدولي في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وللأرض الفلسطينية. ودعت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم إلى عدم الاكتفاء بالإدانات التي أصبحت تتعايش معها الحكومة الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية اللازمة لوقف العمليات الاستيطانية لحماية المفاوضات. وأدانت وزارة الخارجية بشدة قيام وزارة الإسكان الإسرائيلية بطرح عطاءات قياسية لبناء 20,000 وحدة استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة في تحد صارخ للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية والجهود العالمية والأمريكية المبذولة لإنجاح المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقالت إن نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وادعاءه عدم العلم بهذه المناقصة وطلبه من وزير الإسكان تجميد العطاءات لا يعدو كونه ذرا للرماد في العيون، مشيرة إلى أن ما ورد على موقعي صحيفة هآرتس ويدعوت أحرانوت باللغة العبرية أن نتنياهو أمر بتجميد المناقصة فورا، معترضا على المناقصة لبناء 1,400 وحدة استيطانية في إيوان، بينما لم يعترض على مخططات لبناء 18,600 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى قيام الحكومة الإسرائيلية بتخصيص مبلغ 45 مليون شيكل من الأموال العامة لضمان النفقات المرتبطة بطرح هذه العطاءات. وحملت وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الغاشم والشامل وتداعياته على المفاوضات، وأكدت على موقف الرئيس محمود عباس بأن إسرائيل تعلن نهاية عملية السلام إذا لم تتراجع عن هذا القرار. بدأ وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان اليوم زيارة إلى القاهرة، إذ يعقد خلالها أول اجتماع في تاريخ العلاقات الروسية المصرية في إطار 2+2 لوزراء الخارجية والدفاع. وزيارة سيرجي لافروف وسيرجي شويغو هي أول زيارة على هذا المستوى لمسؤولين روس في فترة ما بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. ويأتي ذلك بعد أن زار وزير الخارجية المصري نبيل فهمي موسكو في منتصف أيلول الماضي، حيث ناقش مع لافروف الوضع في سوريا والتسويات الشرق أوسطية والعلاقات الثنائية. وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد لنظيره المصري خلال لقائهما الأخير في موسكو اهتمام روسيا بأن تلعب مصر دورا مهما في جامعة الدول العربية لكي تسلك الأخيرة نهجا متوازنا إزاء الأحداث في المنطقة. وتتناول المباحثات الرباعية للوزراء العلاقات الثنائية في المجال السياسي. والجدير بالذكر أن موسكو اتخذت موقفا داعما للمرحلة الانتقالية والحوار السياسي بين كافة القوى في مصر، معربة عن ثقتها بقدرة المصريين على تسوية كافة الخلافات السياسية بأنفسهم على أساس الحوار الوطني وبعيدا عن العنف. نعود إلى الأخبار المحلية وإلى أخبار المباراة بين المنتخب الأردني والأوروغواي، لنعود إلى عبد الله كفاوين مراسل رؤيا. عبد الله، أنت معنا الآن، ما هي النتيجة للآن؟ نعم، على ما هو ظاهر أمامنا، حكم المباراة قد أنهى المباراة بعد 4 دقائق في وقت إضافي. أحرز الفريق الأوروغواي فيها هدفه الخامس
لتصبح النتيجة 5-0 لصالح فريق الأوروغواي. يبدو بأن النشامة قد خسروا الكثير في هذه المباراة. فعلا كان الأوروغواي كما وصفوه بعض المحللين بأنه هو ضيف ثقيل على النشامة. نعم، إذا كانت هذه النتيجة 5 للمنتخب الأوروغواي. شكرا لك عبد الله كفاوين. والآن جولة منوعة على آخر أخبار العالم. قدرت السلطات الفلبينية أعداد ضحايا إعصار هايان الذي اجتاح البلاد خلال الأسبوع الحالي ما بين 2000 إلى 2500 شخص، نافية بذلك الحصيلة السابقة التي تحدثت عن سقوط نحو 10,000 شخص. ويأتي إعلان الفلبين عن الحصيلة الجديدة في محاولة منها لاحتواء غضب السكان المتضررين جراء بطء جهود الإغاثة بعد الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار. حاول المئات من طلاب الجامعات في بلغاريا اقتحام مبنى البرلمان في العاصمة صوفيا، وذلك لإجبار الحكومة على الاستقالة، إلا أن الشرطة البلغارية منعتهم بالقوة من اقتحام المبنى، فيما تشهد شوارع بلغاريا احتجاجات شبه يومية منذ تشكيل الاشتراكيين للحكومة. حذر البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الذين يفكرون في فرض عقوبات أشد على إيران من أن إحباط الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران قد لا يترك أمام الرئيس باراك أوباما سوى خيار استخدام القوة العسكرية ضد برنامج إيران النووي. بدورها قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر عنها إنه من الخطأ أن يفرض الكونغرس عقوبات إضافية على إيران الآن في حين تجري مفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي. انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 14 دولة كأعضاء لمدة 3 سنوات في مجلس حقوق الإنسان الذي يعد أعلى هيئة حقوقية تابعة للمنظمة الأممية، وفازت كل من الصين والمملكة العربية السعودية وروسيا وكوبا بمقاعد في المجلس المكون من 47 دولة، في خطوة أثارت غضب بعض الجماعات الحقوقية لما اعتبرته السجل السيء لتلك الدول في مجال حقوق الإنسان. وفي أول احتجاج على الاختيار الأخير تظاهر بضعة أشخاص أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك ضد اختيار الصين لما ترتكبه بكين من انتهاكات في حق سكان التبت حسب ما قال المعتصمون. الآن نترككم مع آخر ما تداوله الناس من إشاعات. آخر إشاعة أن المنتخب الأردني يفوز على الأوروغواي 2-1. إشاعة سمعتها فوز المنتخب الأردني على منتخب الأوروغواي. أنا سمعت أنه انتشار مرض الكبد الوبائي في الأردن. الأسس الصحيحة اللي وضعها الأمير علي بن الحسين أسس حقيقية للكرة القدم اللي تتطور، وإن شاء الله طورت هي الكرة القدم الأردنية، ونتمنى للفريق الأردني الفوز إن شاء الله. عامر شفيع احتمال مدرب حكى بده يعمل مفاجأة للأوروغواي، بحكي إنه احتمال يدخلوا الحارس احتياطي وبنص المباراة يدخل عامر شفيع. إنه الأردن راح تفوز 3-0. البنزين بده يرخص. آخر إشاعة إنه إن شاء الله نحن اللي حنفوز اليوم وخاوك كمان. وإن شاء الله يعني لا أنا بتوقع كتير التوفيق لنا وإن شاء الله. ننتقل الآن إلى فقرة التواصل الاجتماعي، حيث أطلق قسم الإعلام المجتمعي في رؤيا أمس مسابقة لتوقع نتيجة مباراة النشامة مع أوروغواي، حيث تم توجيه سؤال إلى الأصدقاء في صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك، وطلبنا منهم توقع النتيجة على أن يتم اختيار فائز واحد ليحظى بفرصة السفر إلى أي بلد يريدها بمبلغ 700 دينار مقدمة من ترافل شيخ للسياحة والسفر. المسابقة وكالعادة حظيت بتفاعل كبير جدا من حيث عدد الإجابات والتعليقات التي اتسم بعضها بالفكاهة، ومنها التعليق الذي كتبه رسمي زيادة حيث كتب أو الذي جزم ومنذ الأمس أن النتيجة ستكون بخسارة منتخبنا أمام الأوروغواي ب3 أهداف مقابل لا شيء، حيث قال يا سيدي العزيز رح نخسر 3-0 وحضر لي 700 دينار بسرعة. هذا التعليق نال إعجاب 50 شخص من مشتركي الصفحة وأكثر من 24 رد، ومنها تعليق إقبال الشاطر التي توقعت النتيجة كالتالي: الأوروغواي 4 الأردن 1، عذرا يا أردن بس 700 دينار مش عطلات. فادي طعمة قال الله يكون بعون النشامة، مضيفا أتوقع راح تقلب كرة سلة، الله يكون بعون النشامة. وتفاوتت التوقعات بنتيجة المباراة إلا أن أعلى عدد للأهداف كان تعليق محمد الذي قال أن الفوز سيكون للأوروغواي بنتيجة 26 هدف مقابل لا شيء لمنتخبنا. ديما علم فراج غردت على تويتر مبينة أن شوارع الأردن اليوم في أجمل أيامها قائلة
كيف الهمة شباب وكيف المعنوية شوارعنا؟ صدقا ما في أجمل منها اليوم. وبهذا التعليق الجميل نكون قد أنهينا هذه النشرة ونصل إلى العناوين. منتخب النشامة يخسر أمام منتخب الأوروغواي. رئيس الوزراء دكتور عبد الله نسور يعرب عن أمله في أن تقدم دولة قطر مساهمتها في المنحة الخليجية للمملكة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل والد وشقيق منفذ عملية العفولة بعد مقتل جندي إسرائيلي.